كنشكركم على هذه الالتفاتة اللي تقلبوا على الإخوان اللي ضحاوا اللي ضحاوا لهذه الريادة وهذه وهاد الشباب اللي ترعرعوا في الرجاء كسفيان. هاد النهاية كانت طعم خور بين سفيان غادي يلعب فينال وغادي يمشي ولا كوب خصو يبقى في المغرب وحقيقة وضحى باش يبقى باش يلعب الفينال مع الرجاء ولكن يساعدوه العين المسؤولين باش وكنشكرهم دائما في اي استجواب كنديرو كنشكرو العين المسؤولين ديالهم باش خلاو سفيان يلعب النهاية اللي فيها اسم جلالة الملك كيفتخر بها باش غادي يلعب هاد النهاية ويهدوها كأس جلالة الملك لا ننسى. النداية اللي تعلقات ليا ديال سفيان ما خداش انا هذيك النداية ديال سفيان اللي خاضها عيدا من عنقو دارها لي انا وانا كنفتخر به وفتخر بجميع اللاعبين اللي ضحاو في هاد المناسبة ديال هاد الكأس الغالي المناسبة ديال عيد الشباب ديال سيدنا والكأس وقع في المغرب وحنا ناشطين وفرحانين اللي سيدنا كلم اللاعبين هن اللاعبين في الملعب وشجعهم مرة ثانية وحنا كنفتخروا بهذا الكأس ديال جلالة الملك لانس. أنا بديت كنتبع مشوار ديال ولدي ملي بدا لكني لقيت شي حوايج ماشي هما هذاك وانا كان شويه ديال الناس ما كيحترموش ومن ثم ما بقيت كنمشي ملي انت كتفرج ولدك لاعب ماركا ولا ما ماركاش ولا زقل كاين شي وحدين ما عندهمش روح رياضيه باش وماشي رجاويين بحال هذوك الناس اللي كيعايروا اللعاب ويعايروا ليه باهم من ثم ما بقيتش كنمشي انا كنتفرج على هنايا في التلفازه ولا غنسمع النتيجه صافي نتمنى لي حد سعيد ان شاء الله يكون في المستوى ويؤدي الواجب ديالو كما كان الفريق ديالو الرجاء ويزيد يكون في المستوى حيت ما غاديش يلعب للرجاء بوحده غادي يلعب للمغرب باش يهز الرايه ديال البلاد ديالو ويعرف بان المغاربه واللاعبين اللي كيخرجوا من الوطن ديالهم كيفتخروا بوطنهم وكيأديوا الواجب احسن مواجب احسن تمثيل. الرساله ديال سفيان هي في المطار هي الانتظام لا ديسيبلين والوقت ديال التدريب ما تبخلش وديما استعد وديما عرف راسك واحد النهار غتجي المغرب ديما حمل اسم المغرب واسم فريق الرجاء البيضاوي وعائلتك كتسينك هو الجمهور الكبير اللي كيبغيك من صغير حتى الكبير متبعينك وملي كنا غاديين من هنايا الموتورات والناس اللي شاف اللقطات الناس كتبكي كان حزن بحال شي حاجه بحال الحزن هو اش نقولوا فرح لينا لعائلته ولكن تألمنا من اللي غادر فرق الرجاء البيضاوي الام ديالي الاولى يترعرع فيها من اللي كان صغير تيخرج كيحل الباب ويدخل دابا عالم اخر مستوى اخر ونتمنى عند الله سبحانه وتعالى يوفقه في مسيرته الثانيه في العين ويكون في المستوى ان شاء الله. سفيان نتمنى له حظ سعيد في الفريق الوطني ان شاء الله والا تنادى عليه هذاك راه كان خصو يفتخر بها بان غادي يعيطوا عليه الفريق الوطني والفريق الوطني هو فوق رؤوس جميع اللاعبين اللي كتعيط عليه الفريق الوطني راه بحال اللي كينجح في شي حاجه شي امتحان كبير اللي كتكون انت تبريباري الاخير قرايه ديالك هي تكون ليسانس ديالك والمسائل ديالك هي اللي كتكون تلعب الكره وما تلعبش ليك الناس ما لحقتيش القمه ديال الكره وان شاء الله نتمنوا ليه حد سعيد اللي عيط عليه النخيب هو الاول النخيب الفريق الوطني فيها الرايه ديال البلاد هي الاولى ويفتخر بها اللي عيطوا عليه يجي يهز الرايه ديال البلاد ديالو وما
ما غاديش يبخل عليها.